دايما مدرسه في الاداره. هذه الزياره معانا وانت حضرتك تتكلم. النادي الاهلي دايما مدرسه في الاداره، النادي الاهلي في حته ثانيه في حته الاداره، هو دايما سر قوه النادي الاهلي جمهوره وادارته. دول اقوى حاجتين في النادي الاهلي، وهم دول اللي مخلينه رقم واحد في افريقيا. الجمهور زائد الاداره. دول اقوى حاجتين. دايما عايز تتعلم الاداره اتعلم من النادي الاهلي. اي نادي في مصر عايز يتعلم سواء في الاداره في الكوره في جميع الالعاب ازاي التعامل مع الازمه، ازاي اداره النادي الاهلي دايما بتتعامل. شوفها كده لما تيجي تركز، شوف الازمات اللي بيتعرض لها النادي الاهلي وازاي اداره النادي الاهلي بتتعامل مع الازمات. من هنا تعرف ان الاداره دي سر قوه، يعني سر من اسرار نجاح النادي الاهلي. مش في مجرد في المكسب او في البطولات، ما هو المكسب والبطولات ده جاي نتيجه اداره وازاي بتتعامل مع الازمات على مدار السنين. على مدار الادارات اللي تولت النادي الاهلي، ازاي نجاح النادي الاهلي، نجاح اداره النادي الاهلي دايما في التعامل مع الازمات. لكن هنا طبعا دور مهم جدا في توطيد العلاقات، في الاستفاده من الخبرات. هم اكيد كمان برضه عايزين يستفادوا مننا. جمهور النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا واقوى نادي في افريقيا، فطبعا ان انت يعني بتوثق وبتوطد العلاقه معاه وبتقوي العلاقه معاه، دي نقطه برضه هم يتمنوها. دي حاجه على مدار الانديه الافريقيه كلها، فدي حاجه طبعا تحسن. المواقف دي نشكر برضه سياده السفير هناك في الجزائر، يعني عامل شغل اكثر من رائع، وكل طاقم السفاره صراحه يعني بيجهزوا للمباراه مش من الجزائر، لا ده من هنا. ورئيس وفاق ستيف بصراحه محترم جدا. رئيس وفاق ستيف استقبلنا استقبال هنا جاي مع البعثه، وهنا برضو كان واقف في المطار هناك. فبصراحه تحياتي لوفاق ستيف كله والشعب الجزائري. عايزين نقول كمان يا اسامه احمد ان الحاجات دي هي اللي بتهدي بقى الاستاذ العمري فاروق بيضحك مع دكتور عن شاوي لما شاف اسمه على دي من اللقطات الحلوه يعني. طبعا أسامة، دي الحاجات برضو بالمواقف والتصرفات دي هي اللي بتهدي الأجواء وترجع الروح الرياضية بالجمهور. جمهور الفريقين أو جمهور الجزائري لما بيشوف استقبال النادي الأهلي